من أذانهم. اي من اذانهم في اسطنبول. إيه تمام، في اسطنبول هناك ياخذون 10 دقائق اتوقع او 5، ما اعرف، كان في فتره كذا صغيره مره، مو مره طويله. فحنا على ذاك التوقيت نجي بعد ثلث ساعه، بعد ربع ساعه، فهمت كيف؟ إيه ندخل المسجد، المسجد طيب اللي جنب الشقه حقتنا. طيب اي فيوم ننزل ولا هم مخلصين، فنصلي جماعه ثانيه، فتكرر المره مرتين ثلاث اربع مرات. فجانا بعد الصلاه المؤذن قال لي جماعه المسلمين، جماعه المسلمين، انا خليك مع الجماعه. قلت له طيب يعني احنا مع المدينة. قال لا لا مع الجماعة. هو ما فهم علي، انا اقصد انه احنا 20 دقيقة الفرق اللي بيننا، في بين المدينة، بين اذان المدينة وبينكم، فاحنا ما نعرف التوقيت. هو فهم لا انه احنا ما نمشي الا على اذان المدينة 20 دقيقة. قلت طيب والله، واجي صلاة عجيب. الفجر. اي واجي صلاة الفجر اول ما يأذن انزل على طول انا اخوي، المهم نصلي في الصف الاول. وبعد ما يخلص الصلاة السلام سلام، وهو طالع السلام عليكم السلام، قلت رحنا مع جماعة المسلمين. ايش قال؟ بس قاعد يبتسم يضحك. يا اخي والله حسيت بخاطري، ايش اللي يقول لي جماعة المسلمين؟ طب احنا مع جماعة المسلمين، احنا وين شدينا احنا؟ قال غريبة، هم يتكلموا هناك عادي، صلي صلاتك ويلا، ايه بس تراهم يحبون يتقنون الشيء دائما، لا هم يلتزمون في العبادة التزام. في في بس اليمن، أذكر يوم حنا نفطر هناك، نفطر الساعة 8 هنا أو بس 7، بس سمع صلاة التراويح هناك مو يعني من كم صلنا شخص؟ 23 لا يقول صلاتهم سريعة بدرجة جدا. اي ما كذا انتفى الخشوع في الصلاة. لا هو بتخشع في الصلاة، بس إنها يصلون 23 ركعة، فلذلك يعني يخففونها. والله بس شوف عندهم شيء واحد، الورعان في المساجد ما يسكتونهم، اي، وبعدين يخلون عادي يلعبون. بعدين انا لاحظت شيء، لاحظت ان وغريب هذا، لاحظت انه مثلا بعض الاماكن يقول لك تعال، مثلا بعض اللي يسمونهم ايش ذولا حقين السياحه والسفر وكذا، بعضهم اسعاره مبالغ فيها بزياده. كذب. يعني مثلا مره حق شو اسمه جزيره الاميرات، جزيره الاميرات خويي يقول رحت مع شو اسمه، اللهم صل وسلم على محمد، يقول رحت مع واحدة من حقين السياحة هذول اللي هناك، يقول كم دفع؟ 200 ومدري 300 ريال شيء زي كذا، يقول مع الروحة والرجعة والغداء ومدري ايش من هالكلام. يوم رحت انا وخوي اخذنا تذكرة من المكان اللي احنا فيه، المترو الى العبارة اللي تودينا على جزيرة الامارات، يمكن ما كلفتنا 2 ليرة، كان كله على بعضها 4 اذا وصل 6 ليرة. ويوم رحنا من ذا الاميرات والله ما اذكر كم، 10 ما ادري 15 ليره، يعني صارت كذا قول 30 ريال. وهناك تغدينا تعشينا ما ادري بكم، المهم ما طلع حتى نص المبلغ اللي اخذوه من هناك. بس هي مشكلتها الواحد يبغى له يفهم، استغلال. يفهم بالمترو، يفهم بالخرائط وبذا، يعني اذا احتكيت في يعني شفت الخرائط وشفت الباصات وكذا، والله توفر مبلغ. كم تتوقع يعني انا وخويي جلسنا اسبوع في اسطنبول تقريبا؟ لا والله مش اسبوع، اسبوعين في اسطنبول. كم تتوقع والله مطولين كلفتنا؟ انتم، كم تتوقع كلفتنا؟ 15 ولا 10؟ والله بتنصدم. اسبوعين كم؟ 15 او 10؟ 10. كلفتنا 5000 ريال مجموعها كلها، انا مني 2500 وهو منه 2500، والله شيء. اقسم بآيات الله. والسكن حقكم شقة؟ اي شقة، بس كان شقة جدا عادية، يعني مين من انه ذا، كانت صغيرة مرة، بس حقت نوم، بس حقت نوم. بس شققهم نظيفة هم. اي نظيفة، اللي احنا اخذناها نظيفة، احنا في النهاية على يعني قولتهم شباب، يعني مو مرة همنا انها تكون يعني ذا، اي اهم شيء انها تكون نظيفة وذا. بس تخيل 2050 تذاكر الطيران مع الفيزا مع شو اسمه بس الاكل والشرب، إيه غير الهدايا، الهدايا لا كان لها ميزانيه خاصه، لكن انا اتكلم لك هذه بس ترى رخيصه، عكس اسبانيا، اسبانيا مره غاليه، واوروبا بشكل عام. بس الى يومك هذا نفسي ارجع الى قرطبه، مدينه قرطبه في اسبانيا يا اخي، فيها قصر الحمراء يا ذيب، والله من أروع ما يكون.
أنا الأول مرة في حياتي أشوف قصر كل شيء منحوت فيه. كان حتى في ساحة، ساحة الأسود هذه، في أتوقع إني في كتاب القراءة. أيوة في 4 أو 6 أسود، والله إني ما أذكر. المهم شوف من براعة المسلمين، كان إذا جت عدت ساعة كل أسد يطلع من ماء، مثلا هذا الأسد الأول طلع ماء، انتهت الساعة عجيب. يطلع من الثاني، انتهت الساعة يطلع من الثالث. تخيل، أتوقع 6 أسود لأنها 12 ساعة أتوقع، والله ماني متأكد. المهم إنه من كل واحد شو اسمه يطلع، من كل ساعة يطلع من أسد ماء. يقول لك شالوها وجو على أساس إنه يعني بيشوفون كيف هي صممت وإيش الطريقة اللي عدل عليها وكيف صارت كذا، إيش الطريقة دي. يقول لك خربوها، رجعوها، صارت الأسود كلها تطلع ماء في نفس الوقت. يا أخي كان على قوة وعلى شغل وحنكة شيء اللي يروح للأندلس يعني وإسبانيا بشكل عام يستمتع، خصوصا قرطبة. قرطبة جميلة والثقافة الأندلسية ما زالت فيها. والأغرب منه أنا توقعت، السلام عليكم بركاته، يا صباح صباح النور. النور، أنا توقعت إني إذا رحت هناك بشوف السكان يعني الإسبانيين وذولا إنهم يكرهون يعني الأندلس وكذا. والله رحنا جامعة من جامعاتهم هناك، فكانوا يقولون إحنا نفتخر ونعتز بالثقافة الأندلسية. جنوب الإسبانيا يفتخرون ويعتزون بالثقافة الأندلسية. جدا تراهم عنصريين. استغربت انهم، توقعت انهم مثلا بيقولون لا احنا ما نفتخر وما ادري ايش من هالكلام، قالك لا احنا نفتخر. واكثر بعد عنصريه الباسك. من؟ اي الباسكيين. بس صح، ايش قلت؟ مو قرطبه، غرناطه اللي ابغى اروح، اللي فيها قصر حمراء. قصر حمراء في غرناطه مو قرطبه. قرطبه فيها جامع قرطبه. جامع قرطبه. جامع قرطبه الان صار كنيسه. جامع قرطبه يوم رحناه سبحان الله إلى الآن المحراب موجود، محراب مرصع بالذهب وبالذا شيء ما تخيل، وكلها جميلة. والثقافة عندهم يعني ما زال في بعض الثقافات العربية موجودة هناك سبحان الله، حتى الكلمات، حتى أشياء كثيرة. صحيح. إيه لكن أسألك سؤال، أكثر منطقة باقي فيها يعني فيها آثار الأندلس، أكثر دولة أو مكان؟ أنا قصدي بلد، مدينة. كثير، بس الجنوب بشكل عام اللي هو غرناطة وقرطبة وغرناطة وقرطبة أيوة إشبيلية، هذه كلها ما زال موجود فيها المعالم. ترى هذه أسماء كلها أسماء أندية تدري؟ إي غرناطة، إشبيلية، بلد الوليد، أسماء عربية ملقا. إي بس لا ما عربية. ما مش عربية، هي أسماء أعجمية حولت للعربية ولا مو عربية. طيب وقتها كانت اللغة عربية في وقت الأندلس؟ في عصر الأندلس. اي سبحان الله، يقول لك دخل المسلمين إلى الأندلس وخرجوا، يقول دخلوا مسلمين وخرجوا بربر وعرب ومولدين. كيف يعني؟ يقول لك الأندلس دخلوها مسلمين، يوم خرجوا يعني يوم انتهى المسلمين صاروا عرب وبربر ومولدين. ما اتضحت؟ دخل الاسلام الدين في العرق. طيب هذا هو انه الدخول يوم دخلوها ويوم كانوا فيها كانوا مسلمين، ما كان فرق بينهم لا لون لا شكل لا عرق، لكن يوم خرجوا منها خرجوا مشتتين، خرجوا منها عرب وبربر. بربر وش بربر؟ اللي هم الامازيغ. ايه منهم طارق بن زياد. الامازيغين او الامازيغيين يقولون بضحك. اي امازيغ او الامازيغ. وش يعني دينهم؟ مو دينهم، هذول كانوا ساكنين في شمال المغرب العربي، يعني المغرب وتونس وذي ساكنين فيها قبيله اسمها الامازيغ. اختلفوا في اكثرهم الان في ليبيا. اي بس اختلفوا مش اصلهم، يعني هل اصلهم اوروبي ولا اصلهم عربي ومدري ايش ما لكن هم يعتبرون يعني زي الجنس والعرق، ولهم لغه خاصه فيهم وتقويم خاص فيهم. وسبحان الله هذول يوم اسلموا هم اللي فتحوا الاندلس مع طارق بن زياد. طارق بن زياد اصله امازيغي، وغالبا الناس يسمعون الامازيغ يتوقع انه اسمر وش اسمه وشعر خشن. ترى طارق بن زياد يوم تقرا في وصفه كان رجل ابيض، وكان يعني ما شاء الله تبارك الله وسيم، وعيونه زرق وشعره اشقر. والله اي والله معلومه جديده هذه، شفت كيف؟ تتخيل انت انه لونه اسمر وانه لا لا، ففيهم جمال يعني. وفي ناس إيه؟ كيف اقول معروفين الاسماء، فسبحان الله يعني.
وجميلة والله جد يا شباب. أنا أتمنى إن شاء الله يعني ودي كذا بعد فترة يعني أرجع ل ترجع. أنا ودي أروح أول مرة. أول مرة؟ أول مرة والله يبغالنا طلع والله غرناطة قسم بالله، بس روح قصر الحمام. ودي أروح البرشلونة. شيء برشلونة راحها الشباب من أخوياي، بس أنا ما رحت. ما فيها تاريخ يمكن زي تاريخ غرناطة جميلة بس. اللي يحب التاريخ بس. أنا أبغى سانتياغو برنابيو بس. رحت له والله؟ اي والله. بغض النظر عن انها كوره وترفيه بس. عبد الرحمن انت انصري. عبد الرحمن ليش؟ ليه ما رحت انا اشجع ريال مدريد والله. ما عبد الرحمن بغض النظر عن كوره او ما كوره وتشجيع او لعبه، تحفه معماريه. جميل. تحفه معماريه بمعنى الكلمه. ايش اللي يضحك؟ يوم دخلنا هناك تعرف اول مره وملعب مشهور. ما قد دخلت قبله ملعب في السعوديه؟ الا دخلت بس ملعب عادي. وين تقارن هناك؟ ترى كم متفرج في اسواق وفي دنيا. شيء امه هناك والله امه. انا يوم دخلنا وانا واخويا نصور، ما غيب نصور يا ولد تصوير، وشوفهم كذا ينظرون يضحكون فينا بواضح من وجيههم دول اللي اول مره يجون ملعب. خلينا نكون صريحين، تخيل لو في الحين في استاذ الملك عبد الله الجوهره، رحت له اكثر مره، يعني تحفه معماريه والله. صح. تدخل ملعب بغض النظر عن بعض السلبيات، لك تدخل ملعب، تدخل المقاعد المتفرجين، والله العظيم كأنك في ملعب أوروبي. لا مرة جميل. تخيل لو ملاعب السعودية كلها زي كذا. أنا دخلت والله مرة جميل. جوهرة. الجوهرة جميل. أجمل الملاعب. جميل جدا. تخيل ملعب السعودية كلها كذا، متنفس، ما في شيء صعب ترى، الموضوع سهل. شوية تنظيم، شوية تخطيط. بس سلم الملك فهد لا، شوي بعيد. بعيد يا رجال، يبغى لك دربية تشوف اللعبة، تلخبط بين سماء الفرج. سبحان الله على قد ما دخلت مسابقات. دخلت مسابقات يعني ما فزت الا بمسابقه واحده اللي هي السحب. ما سحب السحب ما فزت الا واحده، وفزتها في ايش؟ في مباراه الهلال في النهائي. مو جوال؟ لا لا تذكره في تويتر. اي تذكرت ليش اني ما راح؟ ليه تذكرت ايش؟ مباراه الهلال في النهائي اسيا. اي في ذمتك. اي والله. وجابك من المدينه؟ ما لا انا كنت موجود في الرياض اطبق. آه. بس اقول لك على قد، شوف ما عمري في حياتي فزت الا بهذه، ولا واخذت تذكرتين ومنصه اولى بعد. والله. اي أيوة والله. من اخذت معك؟ اخذت معي واحد من الشباب جاء من الجنوب، والله رزقه جاي وقسم بالله. سبحان الله. جاء من الجنوب بيجي بس يومين ثلاثه، والشباب واحد من الشباب كان بيجي معي اثنين في الرياض، واحد قال لي لا انا ما مستحيل اتفرجها، بتفرجها في البيت، والثاني قال انا عندي بكره عرض بيقدمه في المستشفى فما اقدر. وانا قلت فرصه، قلت ذا فاضي؟ قال فاضي، نروح يا ولد. والله العظيم حلوه منصه. يا حلوة بس بعيدة. بس بعيدة وين مقارنة بالجوهر؟ الجوهرة أقرب. ترى تشوف اللعبة قدامك، تكلم قدامك، رد عليك أصلا. وين بس يجيك عصير ويجيك. أي على طاري اللي يوم تقول ذا، وين وش الأماكن اللي قد سافرت لها أنت ودي؟ غير لا تقول لي ما قد طلعت أنت. لا قد سافرت. أي ترى قد سافرت السودان بعد. قد سافرت. أي والله، ورحنا صدنا حبارة وصدنا أرانب. والله. وأخوي المرة اللي بعدها راح السودان، ترى ديرة قنص على فكرة جميلة، ديرة مقناص كلها فيها تبارك الله. لا فيه. لا شيء. وقد رحنا، لو قالوا لك أغرب موقف ولا الموقف اللي مستحيل تنساه في السفر، أعطيت بادرة مثلا كش هو؟ موقف مستحيل أنساه في السفر. ابدأ من ذيب، خلني أنا أجلس أتذكر. موقف اللي أول ما يطر السفر يطر في بالك على طول. أنا تذكرت والله، احس ان كل ذيك الديره يعرفون ماني منهم، احس انهم كذا يعني يشوفوني بنظره شريره. ايش هي؟ هذا موقف ذا؟ يعني لا، او يعني قصدك بموقف حصل لي؟ لا موقف حصل لي ما قد حصل لي، يعني ما قد حصل لي موقف ابدا. والله مواقف كثيرة، مواقف يعني، لكن في قصة سواء استفدت منه ولا يضحك ولا محزن ولا غريب. لا والله أنا تراني يعني بعض الأحيان فعلا أتحمس بزيادة في السفر خاصة. والله تراني أشطح شطحات. مرة في قصر الحمراء، كل شيء قصر الحمراء قصر الحمراء ترى مرة أنا أحبه. كان في مكان يا أخي والله هو غلط داري، بس كاتب ممنوع الدخول، واضحة ممنوع الدخول. اخونا في الله وقتها تو فاتح انستغرام يا حبيبي. انت لا ابغى اصور. المشكله الحين الصوره موجوده عندي في الحساب انستغرام. توني فاتح الحساب وعارف كيف اللي بيجيب حصريات يعني بيجيب.
نجيب زاوية يعني اللي أنا بدخل المكان ذا ممنوع يا حبيبي. واجلس كذا، كانت بحيرة، مو بحيرة، زي المسبح كذا، زي النافورة هذه وبينها زرع وشجر. دخلت كذا يا ولد وأصور وفيديو ودنيا. المهم شوي ولا يقول لي تعال، طبعا تعال بالإسباني ما أدري إيش هي تعشي. الله صعب. أنا قلت هنا عز الله رحت فيها، لأنه يعني غلط وفي بلد غريب. ف إيه المهم زال الله خير يعني كان طيب، بس هاوش كذا على الطاير. يعطيك العافية. على طول جميل. أنت فهمت إيش قال؟ ما فهمت أنا بس مشيت. هذا ما فهمت. هذا فهمت الرجل. قريب. جراسياس. شكرا. أولا. أولا. أولا أولا. أخذ زوجتهم. هذه أي محل تروح أولا أولا. أولا يعني زي هلا يا مرحبا. أيوه أولا أولا. أولا أولا. جراسياس. أولا. جراسياس. موقفي ما أنسى في السفر. الله يذكره بالخير، واحد من أخوي اسمه عبد الله خالد الشراني الله يسعده. يذكره بالخير. الرجال ما يا إنه ما قد سافر بالطيارة نهائياً أو إنه قد سافر رحلة داخلية. إيه. أتوقع أنه أول مرة يسافر رحلة. طبعاً لابها ها؟ لابها. لا برا برا السعودية. تطور أبو معين. أول رحلة أو رحلة مولي للرجال برا إيه؟ السعودية. حلو. وقال لي الله ي... طبعاً أنا قال لي محمد احجز لي جنب الطاقة جنب القزاز. إيه؟ طيب. أوكي. أنا لو ما قال لي بحجز له. واحد نفسي جنب الطاقة وهو في النص. من يوم صوت المطار وانا اضحك هو مو داري ايش السالفه، يقول لي يستهزئ بالكلام يحسب اني ظريف واضحك. جالس تخيل موقفه اذا بعد ما اسوي الحركه اللي فيه، ويضحك واضحك واضحك. والله العظيم خلاص دخلت ركبنا الطياره وفي السيب تعرف زحمه تنتظر الناس يجلسون، انا بطني متقطع دمع، الناس يضحكون ما ادري ايش السالفه، يقول ليش في مريض واضحك واضحك. إلين جينا عند المقعد، هذا المقعد لا يوم جلس أنا أقول زي كده سلام لو سمحت أستاذ هذا المقعد. قلت لأخوي قال محمد اجلس، قلت لو سمحت يا أستاذ هذا مقعد يقوم، هو دينه ما يداني إن كذا الناس طلعون فيه، ما يحب على ما قال أبو زيد، ما يحب كذا الناس طلعون فيه، ما يحب تتجه الأنظار عليه، تحول وجهه إلى الطماطة. أيوة ما شاء الله. قال لي قلت يا أستاذ لو سمحت قوم يا حبيبي، شوف الرجال رجال أقسم برب الكعبة وجهه أحمر أخضر أزرق ألوان، ما عاد يدري مقهور بيتكلم ما يقدر. قال لو سمحت قوم، قال جيب التذكرة ما قعدت كنا قوم. الرجال مات بعض الرجال سب بس ما أقدر أقولها. الله كذا قدامنا سنفجر. الله انا لو صملت ثانيتين انضربت. لا انا لو صملت ثانيتين ضحكت، انا مت من الضحك. المهم الله يا اخوي سب قوي ورماني بالعقال، وانا اضحك واضحك. الناس ما تضحك، الناس مع المضيفات مع المضيف يضحكون. دور وجهه رحله يمكن كم ساعات الرحله يا لطيف، يرجع مكانه. والله انا 6 ساعات احاول جاي. تكفى يا عبد الله تكفى يا بسولف معك طول الرحلة. تخيل وانا اضحك ما يكلمني، قال والله ما اكلمك واروح هناك والله لاخذ فندق ثاني. انت عاد مره عاد زودتها يا لطيف وجهك. والله انت عاد الله انا اكره الاحراجات اللي زيك. واحد من اخوياي ما عمرك الطيارة في حياته كلها، اول رحله له في حياته من السعوديه لتركيا على طول. قلت له وش الحظ هذا ما شاء الله تبارك الله اللي عندك، جيتهم على البحر كذا قلت شو الحظ هذا اللي عندك ما شاء الله تبارك الله، ولا عمرك في حياتك يا رجل عمرك الطيارة أول مرة على ذاك. فالله هذا اللي ما شاء الله تبارك الله. أخي السفر متعة بس كثرته مو حلوة، بس يا نبيه والله. بس ميزته يا أخي تختلط في شعوب، تختلط في ثقافات، تختلف يعني جد ترى السفر ما هو يعني فقط سياحة، ترى تكتسب منه أشياء. يعني أنا أغلب السفرات حقتي كانت كلها دورات، في جزء بسيط منها كان سياحة لكن غالبا كان في دورات في أشياء. والله الحمد لله يعني واحد يطلع بأشياء جدا كثيرة. شفت مترجم غامدي توقع اسمه مشاري غامدي في الأهلي نادي الأهلي يتكلم 4 أو 5 لغات كل سنة أو سنة ونص يروح بلد يجلس فيه تعلم اللغة ينتهي يروح لدولة ثانية. الآن أتكلم 5 لغات الآن مترجم نادي الأهلي، تكلم إسباني
يتكلم انجليزي، يتكلم الماني، يتكلم فرنسي. هو اللي يجيد الانجليزي بتسهل عليه اللغات الثانيه. اهم شيء الانجليزي. انا ودي انهم يعطوني راتب بدل سفر، خاص للسفر بس، ابي اسافر به. راتب ايش؟ بدل سفر. بدل سفر. تدري في وظيفه حاطه شيء؟ والله العظيم في وظيفه، في وظائف بس نادره، وظائف متذوق اطعمه، اللي يجرب السراير فلوس. اي صادق، شفت الاف مؤلفه. مهم تخيل تختار في البلدان كثيره يطلبونك تاخذ السفره الوف مؤلفه عشان بس تذوق الاكل كيف مناسب. في واحد يذوق الماء بعد 400 يوظفوني هذا عد تصلح لك يا ذي. اي والله ريح. وفي شركات كبيره في العالم عندهم وظيفه اعلى من راتب المدير، نفس مدير تنفيذ الشركه، هذا الوظيفه اعلى من راتبه. تخيل شو وظيفه وش مفكر مطلوب منك تجيب الفتره هذه تجيب لنا فكره. في الاستشارات صعب، غاليه جدا الاستشارات، اللي يستشير يجيب اشياء كثير. انا اذا كنت بعضهم ياخذونك كمستشارين فيطلع، يطلع ترى منها اشياء ما تتوقعها الاستشاره والاشياء دي. سبحان الله يا اخي. تقول لي وين رحت؟ يعني مو كثير مره، الامارات، الكويت، عمان، البحرين، اليمن، تركيا، ما شاء الله، بريطانيا، مصر، فرح صغيرها. ايش اللي اسمها ايش اللي تركيا فوق تركيا؟ جورجيا. جورجيا عاد تصدق سبحان الله. يعني استغربت يعني يا اخي التعامل مع الزباين في اوروبا يختلف كثير عن هنا. يكون احترام اكثر بزياده. يعني في ثقافه احترام العميل. يعني والله اذكر اني يعني تيجي تتكلم مع ناس وتناقشهم في الاسعار يبتسم في وجهك ويقول لك هذا السعر يعني واعذرني وما ادري ايش. في تركيا مثلا مره قلت لواحد والله قهرني ليومك ذا الله يهديه، جيت عنده طلبت سكريم. المهم قلت، هو يقول لي الواحد بخمسة ليرة، قلت له هات لي اثنين. اتكلم معه بالانجليزي بس هو مو فاهم انجليزي، ما يفهم. المهم قلت له اثنين، قال لي يوك يوك يوك. انا روح وش اللي قلت ايش فيك؟ انا هنا عاد طرطعت. قال لي ما هو باثنين ليره. قلت مين قال لك اثنين؟ قلت خمسه ليره ولكن اثنين. قال قام يسوي. فبعضهم تستغرب يا اخي من طريقه تعامله، هناك تكاسروا تكلموا ما ادري ايش. بالعكس في الاخير نفس السعر بس انه بده باحترام. لا نفس السعر مثل ما قلت انت ماذا، لكن يقول لك معليش انا اعتذر منك يا اخي، ترى الزبون اللي قدامك حاول تكسبه. صح ايا كان يا اخي. فرضا انت في مجال تسويق لازم تفهم الشيء هذا. صح لابد لباقه. جاك اي جاك يعني ترى من الذكاء في التسويق، لما يجيك زبون ويطلبك طلب مثلا والطلب مش موجود عنده تقدر تجيبه بطريقه ثانيه. طب تبغى تذوق الشيء الجديد عندنا؟ ذوق بس، مو شرط تقول له اشتري، قول له ذوق، ممكن ياخذه يعجبه. اقصد لازم يكون عندك فن تسويق. صح. الشخص جاك هذا اعتذر منه، قول والله هذا السعر انا وما ادري ايش. يعني في اساليب، اما انك كذا على طول. سبحان الله ذكرتني في الرياض هنا محلين جنب بعض، اقول اسماء معروفه، مضغوط 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 جنب بعض. الباب في الباب، اقسم بالله العظيم انه ايش اقول لك، كيف اوصف لك؟ ما ادري كيف اوصف لك. يعني طابور لين برا المحل، طابور. اي المحل الثاني فاضي فاضي تمام. ايش دبان كذا يقول، والسبب كذا. شوف غير ان ذاك عنده الجوده عاليه في الاكل، لكن سلوك. توفيق من رب العالمين. اي أيوة والله التوفيق هذا استغفر الله العظيم. شوفوا مي دائما، لانه في محلات عند مثلا الناس مو مسلمين ناجحه. صح لكن اتوقع يعني الرجل ذاك علاقته برب العالمين قويه والله. المحل في المحل. وترى حتى بعض الشركات العالميه ترى تعطي الخدمه اللي يسمونها دائما في اغلب الشركات في شيء يسمونه الخدمه الاجتماعيه او المجتمعيه، ترى يعطونهم فيكون بركه عليهم. الشيء الغريب انه العمال بالشيء ذا، العمال اللي في المحل علاقتهم حلوه مع الزباين اكيد يخدمونك بسرعه. اي فهذا اللي خلاه يعني يكون عليه الاقبال اكبر ممكن.
سبحان الله يا اخي، قاعد افكر كل ما اشتري افكر في الموضوع، كل ما اشتري افكر سبحان الله. ايش تتوقع اهم فائده من فوائد السفر؟ السفر اي غير الترفيه عن الترويح عن النفس. تروح على نفس في كل مكان تقدر تروح على نفس. لا بالسفر ترويح عن النفس اشوف افضل شيء السفر ترويح عن النفس. شوف في السفر فيه فوائد كثيره، ممكن منها اني اوطد يعني اتعرف واوطد العلاقه مع اللي سافر معي اكثر، اتعرف عليه اكثر. ايش في بعد؟ ممكن انه اكيد يعني مو كلام انشائي بس يعني ممكن اتعرف على ثقافات الشعوب، المدارك العقل تزيد. هذا هو فعلا، مدارك العقل تزيد مره، لانك انت احتكيت بامم بناس بجماعات، يعني جد اختلاطك مع الناس ترى يعني سبحان الله شيء عجيب. ترى انا اعتبر هذا المنتجع سفر كله، اي مكان اختلط، بس غالبا اللي يعني اللي يتكلم هنا غالبا غالبا الثقافه واحده، تختلف في اشياء بسيطه صحيح، لكن برا هناك لا اختلافات جذريه. يعني مثلا مره المرات كنت راجع من في سفرة حقت اسطنبول، كنت راجع للمدينة، لا السفرة هذه مو المدينة، للإمارات، اللي هي ترانزيت من الإمارات للمدينة. المهم كان جنبي واحد تركي وجنبه زوجته. المهم يوم جيت أجلس قال لي خذ الشنطة هذه، أخذت الشنطة، كان بيحط شنطته فوق هو بنفسه، قلت لها هاتها دامني انا جالس في الطرف انا اخذها عنك واوديها فوق. والله واوديها. المهم والله واجلس جاي يسولف معي من وين ما ادري ايش مدينه. انا عربي ولا انجليزي؟ لا انجليزي، كل كلام انجليزي. قال لي من وين انت؟ قلت والله مدينه ومن مدينه ما شاء الله مدينه وقام ما ادري ايش وفرحان ومن المدينه ومن المدينه ومن المدينه. بعدين شوي ولا زوجته تتكلم تقول ما ادري والله ايش جاب طاري الموضوع. المهم انه قالوا انت متزوج؟ يقول عني انا. قلت لهم لا والله ماني متزوج. يزوجونك يا رجال وافق على طول. لا يقولون يعني انت جاي هنا مع زوجتك؟ قلت لهم والله ماني جاي مع زوجتي، جاي مع ذا اللي قدامك. هذا اللي جاي معه. قال يضحكون. قالوا ايش؟ يعني كلام متى تتزوج ومتى ما ادري ايش وعندك ولد ما عندك ولد. قلت لا والله ما عندي. قام سالتني قالت لي انتوا صح عندكم السعوديين؟ عرفتني السعودي. قلت صح عندكم انتوا السعوديين تعدد؟ اي تعدد والله اني عارف الناس والله. قالت كذا. قلت اي عادي التعدد موجود من هالكلام. اي قلت له عادي وانا ابوي معدد يعني. انصدم ما شاء الله. كيف ابوك مدري ايش؟ طب انتوا كيف اثنين مع بعض؟ طب وش؟ وجلست يا رجل انفجعت. قام هو جنبي يقول وانا افكر في الموضوع صراحه عجبني والله. زعلت زعلت ودراما صارت. تقول لو تزوجت تقول انا قلت وشرطت عليه والله لو يتزوج علي والله ما ابقى عنده لا تطلي. فجلس يدخل فيني جلس اقسم بالله اشياء. بعدين قالوا لي انا هنا يا اخي تعرف اللي يعني على قولتهم جلسوا يحشرون بالاسئله، جلسوا يسالون. قامت تقول طب كيف الزواج انتم عندكم؟ يعني واحده مغطيه كيف تاخذها كذا وانت ما انت داري عنها؟ قلت لا عادي يعني اقدر انا اروح اطلب من ابوها اني اشوفها يعني زي كذا. قلت طيب كيف اذا هي تبغى ترفض؟ صح انه ابوها يجبرها عليه؟ قلت لا مو كلهم زي كذا يجبر، بعضهم ماخذ يعني نظره سلبيه. نظره سلبيه يعني. قلت لا مش الكل يجبر يعني انه ياخذ. لا هي لها الحق انها ترفض. قالت يعني انتوا تشوفون بعض واذا كذا ارتحت؟ قلت ايه بالشكل هذا يعني. فسبحان الله يعني تلقى فيه اختلاف. يعني وبعدين هي لو قلت لك جنسيتها تنصدم. هي بتركيه؟ لا. انا ما ادري كيف جايين مع بعض. اسبانيه؟ ها؟ لا تقول اوروبيه. لا. والله بتنصدم. افريقيه؟ لا. عربيه؟ لا. اسيويه؟ تايلنديه؟ في ذمتك؟ اي أيوة والله سبحان الله. شفت تركي وتايلنديه كيف ما ادري، يقول لك ايش اللي لما الشامي على المغربي ما ادري ما ادري كيف. يعني انا اصلا يوم انصدمت صراحه والله جدا انصدمت. سبحان الله. وعاد هو قاعد يقص لي كيف قصه زواجهم يا رجل. انا مره قابلت لي كنت في مطعم في الامارات سبحان الله ما جاز لي مطعم.
من اكل غريب، برجر ما ادري كيف تسميه. المهم من قاعد تاكل جنبي واحد برازيلي الله يذكر ابو زيد بخير، ايوه وجنبي يسولف معه كذا هو، لا والله استغفر الله في المول، تعرف المول في دبي، المول اللي فيه ممشى اللي ترى مشيك ما قد نزلت يعني اللي في كهرب دبي، ما قد نزلت إيه الله كهرب ما كهرب تنزلت بس. كهرب. المهم الرجل يسولف معه طيب ما ادري ايش، ما ادري ظني طلب خدمته في خدمه، ما نسولف بالانجليزي، انا انجليزي مشي حالك ما يعني مش انه يوصل المعلومة عم شو توصل معلومه، فمن فين ما ادري من فين، هم برازيل من السعوديه ما ادري ايش. قال الشيء الكلام انه يقول انه انا حطيت عيالي عند جدي عند ابوي عشان اتمشى انا وزوجتي. اي قلت حد ياخذهم معك؟ قال لا انا ما ادري ايش عند زواجنا ما ادري ما ادري ايش. فنفس الموضوع اتكلم عنه عن التعدد برضو ايه اقسم بالله. فقال انا يقول يمزح يقول شكلي انا بسلم. قلت ليه؟ قال عشان ابغى اعدد. عاد تصدق على طريق التعدد هذه ابغى اكمل القصه. اسلم. فالمهم يمكن الحديث ما اخذ منه 15 دقيقه. طلب رقمي واعطيته رقمي واخذت رقم اسمه ايفان ما ادري ايش. اتخيل خليني اشوف له. ايفان ما ادري ايش. المهم راحت انا ارسل رسائل عامه دائما بالعربي. ناسي الرجل اصلا ناسي. ايه. الناس اصلا مستحيل يمر في بالك. صعب. المهم جاء العيد. طرق من ضمن الرسائل الاشعارات اللي رساله غريبه انجليزي. واقرا اللي مرسل لي رساله بالانجليزي وبالعربي. تهنئه بالعيد. بالله. اقسم بالله العظيم. ما شاء الله. جاني شعور غريب اخي. واليوم كنت اتواصل معه هو برازيلي ان شاء الله تبارك الله. اقول لك يوم على طار التعدد وما التعدد، بعضهم يدخلون للاسلام من المدخل هذا، والمشكله انه لو سالت هذا اللي يقول لك عن التعدد تلقاه استغفر الله العظيم ما تزوج ولا مره، كل مره ياخذ له صاحبه من واحده الى 15 الى 20. طيب الاسلام شرع لك شيء بالحلال واربع حدد لك، مو بالطريقه هذه، فلا تجي تضحك انت على الناس وتقول في ناس كذا برا يعني اغلب الاجانب الا من رحم ربي كيف طريقته يعني؟ اكيد انه ما راح وما راح صح فعلا انه ما يتزوج الا واحده، بس كم قبلها يعني على قولتهم صاحب؟ اذا كان كافر معناه منه اي انا هذا اللي اقصده، فلا يجي يضحك ويقول لك التعدد وهذا ما ادري ايش ويجون يتكلمون ما ادري ايش، طب انت تناظر في نفسك وش الشيء اللي انت سويته؟ صح تتكلم عن هوا ما يتكلم عن دين. اي لا انا اقصد بعضهم ياخذون عن الاسلام يعني ياخذ من هذا المأخذ يعني انه يعني كيف اقول لك انه هذا ما هو احترام وما ادري وكلام كثير، طب هذا شرع الله. اي صح. يعني الله سبحانه وتعالى انتهت بطارية مايك اكيد. بطارية انتهت انا عندي. لا باقي ما انتهت انا. كم الساعة معك؟ جاي دقائق. روح اغير بطارية حتى بطارية منتهية. كم الساعة؟ تمام. اعطيك الضحك هناك. ضحك. شباب. صوروا تقرير اقسم بالله ضحك لين تموت. جو جميل اليوم مرة. جو طلعة والله، جو نحشة. اقسم بالله جو نحشة. ها؟ استني تستغرجع؟